نعم مبكرة. أربعة أسباب دفعت أردوغان إلى التبكير بالانتخابات قبل نحو عام ونصف من موعدها. هناك أولا الخوف من تصعيد أمريكي ضد تركيا قد يؤثر على الاقتصاد قبيل الانتخابات المقبلة. وهناك ثانيا رغبة حزب العدالة والتنمية في التخلص من الشكل الهجين للحكم بين نظام برلماني حالي ورئاسي أقره الدستور. السبب الثالث هو الاستفادة من نجاح العمليات العسكرية في سوريا الذي رفع من شعبية أردوغان. أخيرا تظهر استطلاعات الرأي نتائج مطمئنة للرئيس وحزبه. وهي انتخابات مهمة، ليست مهمة فقط بل هي الأهم في تاريخ تركيا المعاصر. سيأتي الرئيس الجديد مدججا بسلطات تنفيذية واسعة لأول مرة بعد التعديل الدستوري الأخير، سلطات منها إصدار مراسيم رئاسية بقوة القانون وتعيين مجلس الوزراء ونواب الرئيس وكبار القضاء. المنافسة الرئاسية حقيقية بالطبع. هناك رجب طيب أردوغان القائد السياسي الأشهر في تركيا في مواجهة معارضين بارزين، ما يرجح احتمال جولة للإعادة. هناك محرم إنجا مرشح حزب الشعب الجمهوري الليبرالي اليساري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا. هناك ميرال أكشنار مؤسسة الحزب الجيد إي بارتي باتجاه قومي ليبرالي. تيميل كرم الله أولو رئيس حزب السعادة الإسلامي. ومن محبسه في مدينة أدرنا ينافس صلاح الدين ديمرتاش رئيس حزب الشعوب الديمقراطي اليساري الكردي الذي يحاكم الآن بتهمة الإرهاب. والمنافسة البرلمانية أقوى. هناك تحالفان أساسيان يخوضان السباق البرلماني، يضم الأول حزب العدالة والتنمية الحاكم بالتحالف مع القوميين. وفي المقابل تحالف يضم ثلاث فئات، العلمانيون من حزب الشعب الجمهوري المنشقون عن الحزب الجيد القومي الليبرالي العلماني وحزب السعادة الإسلامي، متنافسون سابقون يتجمعون الآن للإطاحة بالرئيس وحلفائه. ثم هناك حزب الشعوب الديمقراطي الذي يخوض السباق منفردا عن التحالفين. وسوف يصبح برلمان التحالفات. نعم، فالدستور التركي يشترط على أي حزب الحصول على 10% من الأصوات لدخول البرلمان، ويسمح بالنسبة نفسها للتحالفات ما يتيح للأحزاب الصغيرة الحلمة بالمشاركة البرلمانية. استطلاعات الرأي حتى الآن غامضة، لكن حتى الآن يظهر أردوغان في الصدارة دون أغلبية مطلقة. ومن المحتمل إجراء جولة إعادة بين أردوغان مقابل إنجا أو ميرال أكشنار. يتوقف الأمر على أصوات القوميين والمحافظين بالإضافة إلى الأكراد، وقد يفوز أردوغان ويخسر أغلبيته البرلمانية. صحيح، هذا احتمال واقعي، والأغلبية البرلمانية المعارضة قد تنفذ وعودها بالتراجع عن التعديلات الدستورية والنظام الرئاسي، لكن هذه التعديلات تمنح الرئيس الحق في حل البرلمان. في المقابل يمكن أن يدعو البرلمان إلى انتخابات رئاسية جديدة. قياديون في الحزب الحاكم يقولون إن هذا بالضبط ما قد يفعله أردوغان ليحظى حزبه بفرصة للمحاولة من جديد، لكنه قد يضع تركيا في حالة من عدم اليقين.